مشاهدينا على متابعة حلقة اليوم من حلوة ومرة، البرنامج اليومي اللي عم بتتابعوه عبر شاشة الـ BBC الأرضية والفضائية اللبنانية. إذا خلصت القهوة فانضموا لنا وتابعوا حديثنا تنستقبل سوا السيدة يسرى كنج معتوق، مديرة التسويق بمصانع معتوق، لكن بعد ما نشوف هالبروموشن. بتحب تعمل حركات وتربح؟ صور حالك عم تقلد تحضير القهوة اللبنانية على طريقتك، عمول أبلود لفيلمك على www.معتوق.com وارباح بالتصويت سفرة الأحلام على البرازيل مع تيلكو ترافل على الخطوط القطرية وجوائز غير كتيرة. قهوة معتوق، لذتا ما بتنتسى. حلوة حلوة الدعاية غير شكل، ما هيك؟ ثانك يو. رح نحكي عنها بتفصيل، لكن من بعد ما نعرف هيك كم جواب على بعض الأسئلة، بداية يا ريت فيك تعطينا موجز سريع عن تاريخ معتوق بعالم البن. معتوق بلش بالقهوة سنة 1960، يعني السنة الماضية احتفلنا بخمسين سنة. حلو. وبالتحديد بلشنا بوسط بيروت، هالمدينة العريقة اللي عندها هيك صدى بكل قلب حدا منا. بعد هالشي معتوق انتقل لبرات لبنان خلال الأحداث المؤسفة بهالبلد، وتعرف برا كمان بأوروبا وأمريكا على ثقافة القهوة وعلى النكهات بالقهوة وعلى التكنولوجيا بتصنيع القهوة، فاكتسب خبرة كتير مهمة وبنفس الوقت استمر بلبنان، وهلا بنشوف انه معتوق موجود بلبنان وبرا بكل البلدان وخاصة بالبلدان العربية كمان. يعني مثل كل اللبناني انتشر. صحيح يعني كان هالشي كمان منيح لنا لانه وصلنا لكل المنطقة العربية. خير. حب اسألك، من وين بتجيبوا حبيت البن؟ اكزاكتلي. هو عادة متعارف عليه انه البن البرازيلي هو المصدر الاول للبن. هلا هي البرازيل من المصادر الافضل والاجود والاغنى بالعالم للبن، ولكن في بلدان تانية كتير مميزة بالبن اللي بيزرع فيها. نحن بنستورد البن الاخضر مباشرة من بلاد مختلفة مثل كولومبيا، اثيوبيا، اليمن، غواتيمالا، بالاضافة الى البرازيل اللي هي مصادر كتير مهمة كمان. حلو. حضرتك ذكرتي حبيت الخضر. صح. او البن الاخضر. صح. شو بتعني فيه؟ في كتير ناس ما بيعرفوا انه البن هو بينبت على شجره، يعني هو ثمره تسمى بنسميها تشري بالانجلش، يعني هي مثل حبه الكرز. لما بتتفقع بيكون في بقلبها بذرتين، البذرتين الخضر هن هو حبات البن اللي بعدين بينشحنوا عبر البحر، وبس يوصلوا بيتحمصوا بينطحنوا بيصيروا القهوه اللي بنعرفها. سيدي معتوق، ليه دائما بنسمع انه في تشديد على الخبره بالتحميص البن؟ صحيح. نحن بالتحديد بنحكي عن التحميص، لانه التحميص هو خبره بيكتسبها الانسان عبر وقت طويل. يعني لما حبيت البن هالقد بيكونوا منقيين بعنايه، ولما بينشحنوا بعنايه، ولما بيتوضبوا بعنايه، كمان طريقه تحميصهم كثير بتاثر على النكهه اللي بنستخرجها منهم. فاذا حمصنا حبه البن اكثر ما بتتحمل بنقتل هالنكهه وبنخسرها. هون نحن بنشدد على حراره وتوازن بالتحميص لنستخرج النكهه اللي بتميز. يعني هيدي بدها خبره. صحيح. خبره وعمر. اكزاكتلي. حب اعرف كمان دائما بما معتوق بتركزوا انه قهوه لبنانيه. صحيح. شو بتعنوا بالقهوه اللبنانيه؟ صحيح مزبوط. نحن كمان مجتمعنا بنعرف عاده القهوه التركيه، حتى بالمطاعم. صح. او الكافيات بنقول بنا قهوه تركيه مقابل القهوه الاسبريسو او الانستنت او الفلتر. القهوه اللبنانيه شبيهه بالقهوه التركيه ولكنها بتختلف عنها، تختلف بحبات البن اللي حضرت منها، تختلف بلونها بالتحميص لانه القهوه اللبنانيه اغمق من القهوه التركيه، تختلف كمان بطريقه طحنها. القهوه التركيه انعم بكثير من القهوه اللبنانيه. وشو هي بنقول قهوه لبنانيه؟ وشو هي القهوه الخاليه من الكافيين؟ القهوة الخالية من الكافيين عادة بالإنستنت كافي وبالإسبريسو بنعرف أنه في قهوة بدون كافيين وقهوة مع كافيين. نعم. ولكن نحن كنا رائدين بأنه نحن الوحيدين بالشرق الأوسط إذا بدي أقول وحتى بالعالم اللي عندنا قهوة لبنانية مستخرج من الكافيين، ولكن مش بس مستخرج بطريقة العادية، لأنه الطريقة العادية بتكون يستخدم فيها مواد كيماوية. لا، نحن مستخرج الكافيين بالماء. حلو. وبالتالي القهوة اللبنانية صار فينا نشربها بعد الظهر أو بالليل بدون ما نخسر اي شيء من نكهتها وبدون ما تضر لنا الكيميائيات اللي ممكن تكون موجوده بالديكاف. حلو كثير. حلو. حضرتك كنت عم تحكي عن طرق مثاليه باخذ الحبات بكيفيه طحنها. صح. بحب اعرف هل في طرق مثاليه بكيفيه تحضير القهوه العاديه؟ صحيح صحيح. وهيدا للفكره اللي قلتي عنها انه الاعلان مبدئيا. ولما ركزنا باعلاننا حبينا نركز على طريقه تحضير القهوه، لانه نحن عم نحضر القهوه عم نحمصها عم نطحنها
عم نغلفها بكل شغف وبكل عناية. هلا وقت هي ست البيت كيف بدها تحضر قهوتها بشغف وعناية؟ لان مثل ما بيقولوا اللي بيحضر القهوة كمان يا بتطلع طعمتها مثل ما لازم يا ممكن لا ما تطلع هالقد طيب. فنحن بنقول اكيد من اللحظة اللي هي بتفتح فيها ست البيت الباك وبتشم الريحة، من اللحظة اللي بتحط البن مع المي، والمي هون بقول ما لازم يكون عم يغلي، لازم تكون المي حرارة الغرفة مش مثل ما هو متعارف بيغلوا المي وبيزيدوا البن. لا، لانه حرارة المي بتضر حبيبات البن الصغيرة، لازم على مي حرارة الغرفة تنطرها مع دقيقتين تعيش هالاكسبيرينس هاي وبتفور بالاخر فورة واحدة بس مش فورة واحدة. بتعرفي لان عادة هلا بعصر السرعة فمش هيك بنغلي المي على الاخر واخر شيء بنحط البن. هلا انا بقول لهم اوقات اذا بدكم تختصروا وقت للستات معلي سخنوا المي شوي، بس حرام عن جد المي الغالية مثل ما بنقول بالدارج بتلطع حبة البن، فخليها لا خلص بك انا رح اهزمك على قهوة ورح صور حالي. خبرينا عن الحملة الإعلانية بعنوانها مول حركات وارباح. صحيح، نحن هلا نازلين على التلفزيونات والراديوات بحملة اسمها مايم اند وين او مول حركات وارباح. هي مبنية على فكرة الإعلان اللي نزلنا فيه واللي هو كان إعلان مختلف عما تعودنا عليه بعالم البن وخاصة ببلادنا العربية. الشاب اللي عم يتخيل حاله عم يحضر فنجان قهوة بمكتبه لأنه مش ملاقي قهوة معتوق حده، عم نبني عليها مسابقة. المسابقة هي بده كل حدا منا يصور حاله عم بيتخيل تحضير القهوة 30 ثانية لدقيقة، بيعمل لها ابلود على المعتوق.com وبعد ما يعمل ابلود بيصير في تصويت، يعني مفروض يدعي اصدقائه على السوشيال نتوركس او فيسبوك وتويتر انه يصوتوا. حلو. هلا طب الفيديو هل بينقل مزبوط كيفية تحضير القهوة، المي، حرارة المي؟ لا، هو كله بالخيال بالمايم، يعني بالوما مثل ما بنقول، بس هو بدل قديش هالشخص عن جد متعلق بفنجانه القهوة انه قادر يمثل تحضير القهوة بدون ما يكون الفنجان الحقيقي قدامه. وبالنهاية اللي بياخد أكبر أصوات جايزة الأولى هي سفرة على البرازيل لشخصين. حلو. يلا بركي أنا وكارلا منروح. وعفاف، عفاف ما بعرف إذا بتعرف تحضر قهوة كثير مميزة، بس أنا بعرف إنه كارلا كثير بتعرف تحضر قهوة، يعني أول مرة عزمتها لعندها أنا حضرت القهوة لإلها. السيدة معتوق أهلا وسهلا فيك، حلوة ومرة. ثانك يو، شكرا. كل مشاهدينا لعفاف.